النهارده الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف قال امام لجنه فرعيه في مجلس النواب ان المرافق او المرفق بيستقبل يوميا 100,000 مكالمه تليفونيه، 99% منها معاكسات وبلاغات كاذبه. طبعا طالب الدكتور الانصاري طالب البرلمان باصدار تشريع سريع لمواجهه هذه الظاهره اللي قال انها تجاوزت الحدود. الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف معايا على التليفون. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. يعني 100,000 مكالمه تليفونيه منها 99% منها معاكسات وبلاغات كاذبه، ده الناس فاضيه خالص للدرجه دي؟ للاسف المشكله دي بتواجهنا كهيئه اسعاف وبتواجه كل الارقام المجانيه اللي في مصر اللي تخص الطوارئ، يعني النجده عندها نفس المشكله، المطافي عندها نفس المشكله. فمفيش في القانون المصري تشريع فيه اجراءات نافذه وسريعه على مثل هذه المعاكسات. فاجراءات التقاضي طويله جدا، فمعظم الجهات بتتعامل في ظل الظروف الحاليه. فاحنا كان في طلب واضح النهارده للجنه الاتصالات في البرلمان ان يبقى في تشريع لتجريم هذا التجريم الاجراء ده بصوره سريعه وتبقى نافذه على الناس وتبقى معلنه للشعب المصري كله ان اللي هيتصل بارقام الطوارئ ويبقى فيه معاكسات هيبقى فيه اجراء رادع وسريع عليها. ده اكيد هيحد من الظاهره دي وهتحسن كتير جدا فرصه الوصول للخدمات دي وقت ما المواطنين يحتاجوها. تمام. طب يعني ده بيخلينا برضو يعني نفكر دكتور احمد، يعني بعد كل مكالمه انتوا لازم تتحركوا مش كده؟ البلاغات الكاذبه احنا كده كده بنتحرك، يعني بنعرف انه بلاغ كاذب بعد ما نوصل ما نلاقيش الخدمه المطلوبه او ما نلاقيش ان في بلاغ حقيقي، ده حجمها مش كبير يعني ما يكملش 2 او 3%. المعاكسات هي بتعمل اشغال لخط التليفون، ان حد بيتصل برقم 123 لاستخدام الخط او لتجربه خط تليفون جديد او لمجرد المعاكسه، هو ده اللي بيشغل خط التليفون لان عدد الخطوط اللي بتستقبل 123 عدد كبير، بس المعاكسات عامله ضغط على هذا الرقم. نفس الكلام على 180 او 122، وبالتالي الانسان اللي عنده حاله تستدعي وعايز يتصل هيلاقيه مشغول. ممكن يبقى في صعوبه ان انا اوصل للرقم في وقت من الاوقات. فطبعا احنا بنطالب المجتمع المصري ان يبقى يعني نحد من هذه الظاهره لغايه اما يبقى في تشريع واضح واجراء نافذ على من يسيء استخدام هذه الارقام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف، شكرا جزيلا.